نرجع معاك للذكريات ديال الطفوله. يعني ما كانش سهل هذا الاختيار، ما كانش سهل اقناع الوسط الاسري بيه. انت كبرتي في مدينه محافظه واصولك يعني من نفس الاقليم اللي هو اقليم تازه. فانت بنت عندك ثلاثه ديال خوتك ولاد وما كانوش قابلين نهائيا. اليوم راهم مفتخرين بك ولكن ما كانوش قابلين نهائيا هذا الاختيار. ووقفتي في وجه هذا الرفض وهذا الصد وقطعوا لك واحد الدرابو اللي كنتي غدوز به ان ماتش وخيطتيه ومشيتي تحكم في هذاك الماتش كحكم مساعد. نرجعوا شويه لهذه الفتره هذه لانه الجانب الملهم في القصه ديالك لا بشرى هو التحدي والاصرار. في عدد من المحطات، كيفاش عشتي هذه المرحله؟ فكما قلتي الاصل ديالي ريفيه و تزاديت في مدينة صغيرة، مدينة محافظة في مدينة تازة، وما عشتش يعني الطفولة كاملة في مدينة تازة، رجعنا عشنا في الريف. أليبوك في الريف كانت عندنا المرأة ما كتخرجش بعد أول حاجة، والبنات كيقراو غير لواحد لو نيفو كيحبسوا لأن الكوليج كان عندنا بعيد. دونك قريت البريمير في الريف ورجعنا لتازة باش نكملوا القراية نتاعنا أنا وأختي. تما فين لعبت كرة القدم، بديت المسيرة ديالي وبديت الاربيتراج. إلا أن خوتي ما كانوش زعما إيزيتي با داكوغ ني على الكرة ني على الاربيتراج. فوالا كان عندنا عيب بعد أن البنت تلبس شورت ولا بنت اللي كتوجه للرياضة ولا لكرة القدم سيختو خصوصا كرة القدم كتسمى أن كارسون مونكي. دونك بالنسبة لهم راه زوفري ولا ما بحال كتجرد من الأنوثة ولا هما ماشي هما الخوف ديالهم عليا. ماشي داك العصا اللي كانوا كيعطيوني وداك التشد كليت العصا فريمون كليت العصا. مي كبرت وفهمت بان داك العصا ما كانش زعما بالنسبه لي ما كانوش هما كيتخيلوا شي حاجه خايبه ليا، كانوا بالخوف عليا وحرصا. ولان كيقولتي مدينه محافظه وعيب ان غير اختهم اللي تخرج كيجيو صحابهم كيقولوا مرا لقينا اختك في الطيران ولا في الماتش ولا شي حاجه اللي هي عيب زعما راه بحال عايره ولا شي حاجه. دونك كانت شويه صعيبه، دوزت مراحل صعيبه مع خوتي. عرفت بانني كرفست الوالده مسكينه اللي كانت ديما الوالده كانت هي السند والدعم ليك من اول يوم. كانت هي اللي خصها تخبي يعني. صحيح هي كتشوف ان بنتها توجه للرياضه احسن ما انها الوقت الفراغ تمشي دير شي حاجه اخرى اللي هي خايبه. دونك هي مسكينه ساندتني وديما الام كتساند ولادها غير باش ما يكونش الصداع ولا المشاكل ولا. دونك ديما كانت مسكينه كتخبي عليا بين المطرقه والسنداد، بين انا اللي خصها تعاوني وبين خوتي اللي كيجيو كيسولوا عليا. ديما خصها تلقى شي حاجه فين مشات تخبي تكذب. شي مرات كتضطر انها هي تمشي معايا، كانوا عندنا اجتماعات اسبوعيه الله يسمح لنا من الوالدين، كانت كتمشي معايا وكتجلس انا كندخل الاجتماع لداخل وهي كتبقى برا كتسناني حتى نسالي باش تمشي معايا باش فاش نمشيو للدار ما يقولوليش خوتي فين كنتي بوحدك، لان هذيك الوقيته ما عنديش كي غندير نخرج من الدار، ما كاين لا سبا قرايه ولا سوايع ولا حتى شي حاجه. دونك عانت وقاست معايا الله يسمح لنا من الوالدين ومن الامهات ديالنا حتى كنكبروا، سيرتو فاش كان ولدو كنحسوا بالكلمه بمعنى الام.